القبائل كلهم عندهم أنظمة وقواعد تحمي الحمى، تحمي المرعى وتحمي الصيد، في أنظمة يعني يعلنون في الأسواق لما جاء المطر ونبت العشب منعوا الرعاة من خير شر مدة شهر شهرين لين يطلع العشب ويصير يستفاد منه. هذه على مدة الشيبان اللي قبلنا، على مدة أنا عمري ذا الحين 86 عام اللي أقضبتنا إن هذه معترف بها زي الصق الشلل، ميزة لها ذوق وعيب بيننا يتحمى ولا محرمة على الناس كلهم لين يظهر يركبون رحول يعوم على القبائل ترى المحل الفلان ليح المحجر روحوه يعلنون في الأسواق. أنتوا عارفين كان الأسواق لها دور، دور وزارة الإعلام كان الإعلام فيها يرمون البندقين ويقولون أبحنا. كان عند الوالد بندق، فسألت السؤال أنا صغير يعني قلت مني أنت؟ قال ماني لا ماني بهاوي صيد، لكن مشتري البندق لي من رجال كان مشهور بالصيد، وجاء مرة من المرات وقتل له عنز. العنز هي أنثى الوعل، لما انقتلها وجاء يبغى يشيلها إلا وعيالها يخرجوا يرضعون منها وهي ميتة، تأثر وراح لشيخ القبيلة وقال له حصل كذا وكذا وبكى عنده وحرم الصيد من يومه يعني. فاقترحت القبيلة واللي عندهم إنه وقت الولادة يعرفون متى وقت الولادة للصيد يحجر، وهذا من جميل الحجر يعني. كان في القبيلة اثنين ثلاثة معروفين، وهذول اللي يجلبون الصيد للقبيلة للحاجة ويكفيهم فترة ما يذبحون، حتى لو عينوا خمسة وعول أو ستة وعول ما يذبحوها كلها، يذبح له واحد. ماذا الحين افتخروا في السلاح وافتخروا في السيارات وافتخروا في الفساد، يفسد يعقر ويصف، يصورون هذه الطير، هذا ما يرضى الله ولا يرضى خلق الله. في البدء كانت هنا قدرة تلك الفيافي على الوفاء بمتطلبات الإنسان، لم تكن وليدة الصدفة أبداً، بل هي نتاج تلك التوافقات الهادفة لحماية مقدرات الأرض التي يحبونها. ومفهوم الحمى كان منذ الأزل ثقافة متجذرة في وجدان إنسان المنطقة، وكانت الحرمين مكة والمدينة شاهدتين على ذلك. ففي الحديث النبوي الشريف: ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، وهو الأمر الذي يمنحنا تفسيراً جلياً لقيمة الحمى وقدسيتها، مما سمح بتناميها كظاهرة مع مرور الوقت. وهنا كان للمملكة قصب السبق في المبادرة لسن تشريعاتها التي تكفل صون المحميات الطبيعية التي تزخر بها على امتداد رقعتها الجغرافية حتى قبل ظهور التشريعات العالمية. وظهر ذلك جلياً عندما تم الإعلان في عام 2021 عن هدف حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية، وذلك قبل عام من إعلان اتفاقية التنوع الأحيائي. وانطلقت الجهود لتصل نسبة المحميات الطبيعية بمن فيها من المحميات الملكية ل 18% من مساحة المملكة قبل الوصول لنسبة 30% المنشودة في عام 2030. إنها أرقام صنعها المثابرون لتؤكد من جديد أن المملكة مستمرة في صنع التغيير وقيادة مسيرة الاستدامة البيئية في أبهى تجلياتها، ولتلهم العالم إلى التوازن البيئي راسمة خارطة طريق تستحق الثناء.